والحقيقة فعلا احنا بنتعامل مع، يعني لو كانت هذه التصريحات دقيقة، يعني الحقيقة فعلا احنا بنتعامل معها بقلق كبير. ومهما قلتوا لنا انه ما تقلقوش، كل شيء هيبقى تمام، هنتعامل، محدش هيقدر يقرب لنا، لا احنا قلقانين، لا احنا قلقانين. وفعلا احنا حاسين انه الطريق الاستخدام الحسنى ما بيجيبش نتيجة، وان المراوغة مستمرة. نتمنى ان يكون غدا هو القول الفصل فعلا، وانه يعني يكون هناك طريق مختلف، وان مصر تستغل وجودها الان في القمة الافريقية لتكثيف العمل الدبلوماسي، لتكثيف مشاورات مع ناس بقى تكون حلفاء لها في هذه المفاوضات. احنا لازم نضغط، لازم نضغط بطرق مختلفة، ده مش شغلتي، ولكن ده اقل شيء ممكن نقوله.